نام وربنا نام، قسمت بالله التيك توك ده كان نضيف، كان زمان يا مدام دلوقتي لم. حاجات ما يعلم بها الا ربنا والله العظيم. كأني كنت تبقى قاعد زمان كده، ما كانش فيه الناس دي كلها، من ساعة ما اتملى الناس دي كلها وخلاص التيك توك بقى ملموم كتير. اه والله. خش جولة يا اختي، خش جولة اهو، هاني كلمه ويظبط لك الدنيا كلها. معلش يا حبيبتي، هو محترم، انا كنت بحترمه، بس من ساعة ما قال لي ادبه عليا وهيطول لسانه عليا ويشوف نفسه عليا، ما بحبش حد يشوف نفسه عليا. مين ده؟ في ايه؟ مفيش حاجة. امال مين اللي قال لي ادبه؟ دول لي اهلي ربوني وانا اهلي مش مربيني يا مداهم. مين؟ عمرو. عمرو مين؟ اسمه عمرو مين الفنان دوت؟ عمرو مانو؟ مانو ده غلبان يا شيخ. عمرو مش بتاع مشاكل. ولا انا بتاعت مشاكل وانت عارف بكده. امال في ايه طيب؟ بيقل مني. لا ازاي بيقل منك؟ معرفش. هو قال لك ايه طيب؟ انت هتلاقيكي بس عشان ما نزلكيش اسد، ف هرموناتك سخنت فرحت طبشه في بطشه في الواد. انا عارفك، بعتولي اسد يا جدعان عشان نفسيتي وحشه. ستة وخمسين ستة وخمسين ربوني. المشكلة عادي، كل اللي تحطي وردة عليها تتجوز بحق داعي النبي. حطي وردة انت وهي، خلينا نشوف الجولة يا اخواتي. 56 وردة. أول يوم لما بيحصل فيه خناقة بيبقى يوم أسود، أنا مش بيبقى عارف يوم زي أشكالكم. 56 وردة مالهمش لازمة. 56 وردة، 56 يا حبايبي محترم. انا ما قالكش ادب على حد على فكره، انا واحد قلت له ما تهزرش معايا بالطريقه دي، بس انا واحد قلت له ما تهزرش. وانا غلطت فيه؟ هو انا شتمته؟ هو انا اتطولت عليه؟ انا ما اتطولتش على حد على فكره، انا كان عادي. ثلاثة ايه؟ مع بعض قدام الاخوات. الفار عارف الصبر. مع بعضين. مع بعضينا يا اخوات، مع بعضينا في الجولة يا شباب. شيفو ما يجرعني شيفو ده، ان شاء الله. بص بقى، انا عشان خاطر بقالي كتير وما نزليش اسد، الحكم الاول دش اسد، اسد نزل على راسك. الحكم الثاني اقوم احط نفسي تحت عربيه عشان ترتاح. يا ريت يا ريت يا ريت، وهنريح ناس كتير قوي وناس كتير هتتبسط. وارتاح من وشك، اول واحد انت، وشك انت ارتاح منه. انت عارفه ان انا بحبك، عيب عليك. ده ايه 90؟ ده فاضل 80. ام عمر انا داخل على ال 3 مليون دلوقتي يا عم، ربنا يزيدك وتبقى 10 مليون يا رب. يلا مع بعض. خمسة واربعين، تلاتين، عشرين. وانا مش بعت لك زلومة يا وسطتنا. انت حظك ان انا معاك. مع بعض يا اخوات. قلب يا قاسم. الدنيا وحشة يا مدهم. التلاتة مليون كتيبة يا عم، مبروك. يوم التلات اللي جاي احتفالية للتلاتة مليون عندي في الكافيه، وانا من اول الناس اللي بتحتفل بيك يا جدع. قلب يا ام عمر، هتشوفوا احتفالية بنت حرام. يبقى هنشغل من هنا ورايح مبروك دلوقتي. يلا مبروك. ايه بقى؟ لا تشغلي لي اغاني فرايح. مبروك مبروك أسامة. قلب يا أس. قاسم قلبي.
ايه اللي بيخلي اندرايف تطبيق رقم واحد في الحالات العديدة اللي انت بتختارها؟ الكباتن ازاي يشوف الزحمة وازاي يتصرفوا في اي حاجة؟ مع بعض يا اخواتي. على فكرة يا جدعان، كينج بيدو ده هو اللي كان باعت لي السجاير، السجاير دي هو اللي باعتها لي، عايز يبوظني. يلا قلب يا شيخ، يسعد دينكم. انت هتشغل اغنيتي يا ام عمر؟ هشغل لك مبروك النهارده فرح يا جدعان. يا نيمو يلا جولة تانية. يا مدايم ايه؟ ايه انت مشغله ده؟ ده حاجات كده عشان تدي باور. يا ابو تايم لا انا مشغل لكم اغنيه كده، انا مش هحتفل غير في الكافيه، انا هعمل لكم احتفاليه بنت حرام. واعزم الناس بقى اليوم دوت للكتيبة بس. يعني هيقول لك هناك يعني ولا اه يوم الثلاث اللي جاي معمول للكتيبة بس، هنزل لكم فيديو اقول لكم الدنيا فيها ماشيه ازاي. يا جدع يا جدع يا جدع، انا لازم احتفل بيك. يلا هشغل لك الاغنيه دي. عليك جيانا عادي، ماشي الزون على مزاجك. احنا مش هنحتفل، انت 55 ورده يا اخواتي، اللي تحط ورده تتجوز. يا كتيبه ابو تايم، قلبي ابو تايم، اللي تحط ورده تتجوز يا اخواتي. عمل لي ميوت، ما تحطش خليه يعمل لي، كل ما تحطش تتطلق. يلا 55 ورده ما لهمش لازمه، ما لهمش لازمه، خلاص قربت اجري في الشوارع واصوت. أم عمر بتبقى صعبة أوي لما ينزلهاش دعم، أنا بتهبش في الناس، بتهبش في الناس، أقسم بالله بتهبش في الناس. يعني هي مش لاقية دعم تهبش فيه، فهتهبش في الناس اللي عندها في الكومنتات. حرام عليك. أوف. يسعد قلبك يا حبيب قلبي. يا حبيبي يا صاحب الحوت، معرفش اسمك بالإنجليزي، أم عمر تعرف ده بالإنجليزي. إخواتي مع بعض، مع بعض، مع بعض. مع بعض يا اخواتي. اسمها سلمى تامويل، سامويل تامويل سامويل تامويل. يا سامويل يا حبيبي، مع بعضينا يا اخواتي. سامويل بيج لاف، بيج لاف يا سامويل. دي اشكال تنزلوا عليها قفازات يا جدعان، خلوا قفازات للجولات التقيله. يلا نعملوك ابو تايم. يا قلب اخوك ابو تايم. الترابل يا اخواتي، الضربه بتلاته. يسعد دينك ابو تايم. حتى الدعم اللي جه يدعمني ده مدام سرقه مني. مدام سرقه مني، ده عندي من اول ما فتحت. يا شبرا يا اللي بتتص. آه عيب يا جدعان، الزلاليم والحاجات دي اقسم بالله ما حلوه. قلب ب 100 يكفي عن ده كله، قلب ب 100. راعي الصولجنات، واحد اسمه راعي الصولجنات بيديني صولجنات. لا انا انت مبسوطه يا اختي؟ لا انا عادي. انا عامل على حسب نيه البني ادم، انتوا نيتكم ليا زفت. وانت نيتك اللي لسه عامله عمره وجايه. اه عملت عمره وشفت الرسول. شفتيه فين؟ شفت القبر بتاعه. اه قولي كده، ايه شفت الرسول؟ لا اله الا الله، يعني رحت وشفت الكعبه، يعني رحت وزرت الرسول. الكعبه ما شفتش الرسول، ايه اللي انت بتقوليه؟ ليه ما هي كده كده رحت زرته. برشام الصيني خرب الدنيا، خلى الناس مش عارفه هي بتقول ايه. زيك انت بالظبط من كتر اللي انت بتضربه. طب انا على الاقل بضربه فايق، انما انت بتضربه فايق. فايق على نفسك. اخرس يلا ارجع لام عمر تاني. راس ولا جنك قال ارجع لام عمر، هي صاحبه المحتوى اللي تستاهل العصايه الذهبيه.
مش مشكلة لو نزل لي 50 قفاز عادي، 50 صولجان عادي، ولا مليون ولا 100، مش مشكلة عادي. ايه المشكلة؟ عادي أي حاجة شغالة. أنتوا بقى عشان نيتكوا زفت، نيتكوا وسخة، عشان كده أنتوا أحمد قلبي يا أحمد. مع بعضينا يا إخواتي. مشكلة إن أنا معايا حوار مش فايق لللايف خالص، كتيب أنا هقفل الساعة 2. طب ما تحكي لنا على الحوار دلوقتي. مش هينفع عشان خاص. احنا اخواتك وعادي. حوار خاص، بقول لك انت ما عندكيش دم. خاص ايه بلا خاص بلا زفت، ما احنا كلنا برضو اخواتك، احكي لنا يلا. لا لا. والله لا تحكي وتفضفض عن قلبك، ما تخليش حاجة في قلبك لا تموت. لا 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 تمام والدنيا تمام. من هنا للساعة 2 ما تعرفش فيها ايه، يمكن نحل معاك. كل حاجة واموت والسر يتدفن معايا، وكفى الله المؤمنين شر الكتاب. طب والله لا تحكي. متضايق. متضايق. احكي بس من ايه؟ حتى بوزك الناشف ما خدناش كفاز. ابو تيم، قاسم، صامويل، شبرا. وشك بايخ عليه، عايز تحكي ما تحطش حاجه في قلبك واحكي لاخواتك. ديف وراعي الصولجانات يلب. وائل، يوسف، ايمن، بيج لاف بكتيبه. يسعد قلبك يا اخويا. طب والله لا تحكي، حلفت بالله. طب انا اوقع حلفانك وهنزل عشان خاطر تصومي 3 ايام، انت بتصومي رمضان اصلا؟ صومي 3 ايام. اه مش حلفتي؟ وانا جوزك هتحلفي عليا؟ لا لا، ده في الوان اغمق من كده بكتير. السلام عليكم. ازيك يا هاي؟ هاي هاي، ازيك يا مدام؟ يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ ما شاء الله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله، انت عامله ايه؟ لا عامله تمام يا منار. مالك مالك؟ آه لا ما فيش، كان في خشلقه في زوري. لا الف سلام عليك. الله يسلمك. في رفعت الحاجب يا بنت ايديني. ايه يا دربالة؟ ايه يا عم بقالك ساعة يا عم؟ لا خلاص يا عم، لا ما بيشوفش غير النسوان. شوف الرجالة ازاي. اصل في اضواء بتخطف تخليك ما بتشوفش. تمام، اضواء المدينة قصر ولم الدنيا. حبيبي 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 حبيبي، مبروك ال 3 مليون يا صاحبي. لك مدام، انت ضيفني من هيدا الحساب اصلا، حتى الحساب هذاك يمكن ماني ضايفتك عليه. لا والله انا بس ما جاي، حتى عايزاني اضيفك سناب هداك الاسد. لا لا مو سناب، انا بس على تيك توك وانستجرام. ايه وضعه؟ عامله ايه؟ تمام. عامل ايه؟ مداهم بيفكرني باللي هو لابسه ده، اللي هم اللي بتوع النور اللي بيلموا ال لا لا ده هو شباب بيلموا كارتة. بيلموا كارتة؟ لا مش بيلموا كارتة، اللي بيلموا بقى النور والميه، فعارفينه بيبقوا لابسين نفس الطقم. قصدك بتبعون الكهرباء؟ ما موظفين الكهرباء والمايك بالضبط. اه انت عندك كم سنه يا هيا؟ يا عمي 27. العمر كله عزه. حتى الكهرباء اكبر منك. حبيبتي حبيبتي انت قد عمرك؟ 28. اه اكبر مني بسنه. حلو. مواليد قد ايه؟ 96. الاتوبيس البوسطجي جدع. اوكي انا 97. طيب عيد ميلادي؟ عيد ميلادي 28/5. حلو قوي، احنا هنحتفل بيه الاسبوع الجاي. تنزلي مصر عندي في الكافيه ان شاء الله، نعمل لك عيد ميلاد. شكرا. ما في داعي والله، احتفلت رمضان ابو العالمين حموده. ما يتخيرش وانا هتجي لك من دبي هتينا ليه يعني؟ انت عارفه دربال عنده 23 سنه لسه اندر ايدج. 23 مين يا ابني؟ انا عندي 29 سنه، هتصغرني ليه؟ كداب على الطلاق. 29 سنه. عذر حبيبي حبيبي. انت لازم تيجي نعمل لك عيد ميلاد، تيجي تحضري ماتش الاهلي والزمالك معانا بكره؟ والله حاجه نحضرها معاك. قصر بقى ولم الدنيا، تعال نلعب جوله. هي تخصك يا دربالة؟ ما شاء الله عليها. هي تخصك يا دربالة؟ انت في حاجة بينك وبين دربالة؟ لا احنا اخوات. لا لا خالص، احنا اخوات، انتوا كلكم اخواتي، انت اخي وهو اخي. امال مالك في؟ ما تسيب الراجل براحته. مالك ملتهب ليه كده؟ شوف راحته. ايه انت جاي محامية عنه ولا انت كمان ولا شوف راحته؟ اصلك الموضوع يضايق يعني المعجب. لا لا عادي، لكن ده يعني الحلو بيقول على الحاجة حلوة. انت ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ انت متضايقة يا هيا ولا ايه رأيك في الكلام ده؟
يعني لحد هلا ما حكى شيء غلط، عم بيقول لي قد عمرك وعيد ميلادك. عنده حق فعلا، حاجه طبيعيه جدا يا راجل. صح صح انت صح. تعرف على البنت لسه داخل على لسه داخل معاها، لا تقول لي وبتعرف عليها بنت زي القمر ما شاء الله. ده ممكن تقول لنا سر حواجبك؟ اصل انا افتكرت حاجه حصلت قبل كده كده في الكافيه. حواجبي شبه هن هن شويه خمال على فكره. ايه ده؟ هو الكويتي طار بسببك، منك لله. لا والله منك لله. طار خالص والله العظيم، والله طار خالص. حول الله يا رب. انا ما اعرفش اقسم بالله. اه خلاص، انا انت عارف انا لو معايا وسيله ليه ارجعه لك تاني. لا انا ما اعرفش ارجعه ولا على الطلاق. انت عم بقول يا عمري. طب نوزع الجوله، شو رايكم؟ طب يا هنلعب ولا هنقضيها كلام؟ انت منين يا هيا؟ من سوريا. طب امشي يا رجاله، شير 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 يا شباب. الدنيا عندنا شوب خالص، وعندنا كمان شوب لانه انا بدبي. لا والله هنا برضو الرطوبه مش بخير. لا اله الا الله. طب شغل الاي سي، يعني ما عندك اي سي او مروحه؟ لا والله مشغله اهو، بس انا بقول نسيبكم. طيب يعني اسيبكم انزل انا ودبله نلعب؟ يلا تعالي ننزل نلعب جوله ونيجي. يلا خليكم رباعي. ايه ده؟ شبيك؟ شفت الصدمة انا بقى. مفيش تكبيس وشيلة رجالة. جايز بدنا نفوز عليهم. تدقوهم تكبيس. تكبيس شو؟ تكبيس. شير ها؟ بيج لاف على 3 مليون يا كاتيبة. بيج لاف. ان شاء الله الاحتفاليه يوم الثلاث حبايبي. شير لايف. شي سياره شي اسد ما شاء الله سكورن. هيدا انا تكبيس. اسد خلي بالك. إيه؟ لا انا بدي الاسد اللي بتيك توك. اه انت مركزه على اهداء يوسف قلب. ايه لكن انا بدي اظبط شباب يعني على البرنامج مثلا. ايلو مثلا منار اعوذ بالله. عامل ايه يا منار؟ ملناش في السكه دي. تمام. لا والله الحمد لله زي الفل يعني. احسن حاجه. اه طبعا طلع عليك. محتواك ايه بقى يا هيا؟ محتواك ايه؟ آه انا بالاساس صحفيه سياسيه، بس هيدا لايف كوميديا يعني شيء فاني، شيء بخص شخصيتي. ما بنزل على شيء بخص شغلي او اموري. حلو قوي الكلام. بس انا مش هيدا الاساسي. انا الاساسي تبعي هيا نوفل، بس هيدا الاحتياطي. ده الاحتياطي ده. آه الاساسي عندي عليه 1 مليون. بسم الله ما شاء الله. ما تهدى. ايه بس هذا شبهها منا. ايه يا بنت؟ يا اخي بنسى 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 اختلاف لهجات. انتوا عندكم بمصر معناها شيء ما بعرف. نحن عندنا عادي. لا 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 خلاص معناها عادي. لك هي شبه عم تضع شبه. يا قدرة يا قدرة يا منا يا قدرة. يا يبا شباب دبل يا رجالة مع بعض. تريبل يا كابتن. جايز يعني انتوا 17200 والتكبيس 11000. جايز كلنا سوا. طب انا عايز مهندس يقنعني. جايز كلنا سوا على التريبل الدبل اي شيء. نفتح الدبل يا شباب. تمام الدبل ما التريبل ما اتفتحش حبايبي. تريبل شبنا. مش معقولة. جزيلك ضحكتيني يا بنتو والله. التريبل. هو لسه ما اتفتحش تقريبا. بلال ما انحسبت يا بلال. لا هو يا بلال والله حرام ما انحسبت. لبسي طربوش مداهم. قصدكوا على مداهم لبسوا طربوش؟ ايش تقبل يا حبايبي؟ يلا يا راجل لو لبنات يلي بتتطف روحوا. لم يا راجل يا مبدوط. طيب عندنا خفيات. يا اف جي ارحب. ايوه ونحن ما عندنا حدا درباله. لا لا الوقت لا. شير يا رجاله. شير شير يا شباب. جايز مين عنده قفاز؟ مين عنده شيء؟ شير وركز في الجوله. شير يا شباب. يا بدينا يا بدو. لا بعيد الشر يا سلطان. ما بضع كل شيء طبعا يا بيوت في الاساس يعني ما شاء الله علينا نحن.
أيوة أحلام يا جابدة. لو أنا بتيمو لمداها مو كان أحسن؟ إيه؟ عم بقول كنت وقتها حكمتك لأنه أنا عبالي أحكمك. لو أنا بتيمو لمداهم كان أحسن. الجولة الجاية تلعب مع مداهم. لا أنا قصدي إنه أنا عايز أصلاً كده. يا ريت أنا عايز ألعب مع مداهم. والله يا ريت يا ابني. خلي بالك اللعب معاها يبقى مختلف خالص. اسالنا انا وانا مجرب لعبنا كتير مع بعض. لا والله. اه والله كل يوم بيلعب. بيديك انرجي كده صح؟ اه. تكبيس جايز. ما خلاص يا جدعان. خلاص يا جدعان. احنا لسه انا مش عايز احتفل بالثلاثة مليون لحد دلوقتي. انا ماسك نفسي بجد. جبت ثلاثة يا قلبي يا قلبي. مبروك يا حبيبي. ان شاء الله يا رب تجيب العشرة. مش عايزين يكبسوا عشان بيكتبوا ثلاثة مليون. لا مبروك عليك ان شاء الله تجيب العشرة ان شاء الله. حبيبي قلب الله يبارك. عشرة ايه؟ عشرة مليون؟ لا ده رقم قليل بالنسبة لنا. بقى رقم قليل بالنسبة لنا. ده ايه 100؟ هتعيش لغاية ما تجيب 100؟ هتقعد في قرابيزنا لغاية ما تجيب 100؟ ده انا كده كده قاعد كاتم على انفاسكم. يا حد يجحفل. هو بالك يا منار حبيبي. يابا خليها معاك الجوله دي يا مدام. تمام. لا يا حبيب قلبي عشان في احكام وفي واحد منسق دخل اللايف هشبشب لك لو عملت حاجه من اللي في دماغي. خدنا قفازات بوبا ام جي بتي احلام اي لاف يو يا عمري. شباك انت ما بدك يعني يكون بتيمك. انا قلت بس عشان احكمك. روحي معاه ونلعب جوله ونشوف مين اللي هياخدها. بيستو هبه سبعاوي المهندس يوسف كوش. اهدي اهدي يا ياسو خمسه. اهدي حبيبتي مدام. ايه انا ومنار وانت وهي جوله. دي احكام. هنحكم ازاي بقى يعني احنا؟ لا طبعا انا هكمل. يعني مداهم انت كنت هتحكي مني ازاي يعني؟ مش دي ام الصورات نزلت يعني؟ عامة مفيش مشكلة. الرباعي من الجولة دي هعملها الثانية لوحدي. شو كنت هتحكي مني؟ يلا الجولة. اخر جولة؟ يلا تكبيس من النار يا رجالة. تكبيس من النار يا كتيبة. جايز تكبيس كلنا سوا. جايز تكبيس كلنا سوا. ثلاثة في خمسة على الجبهة. ثلاثة في خمسة على الجبهة. أنت بتدخني يا هيا؟ إيه. بألف سلام عليك. الله يسلمك يا سمسم يا قلبي. مالك يا منار؟ مدام ممكن اشغل الاغنيه بليز؟ اغنيتي عايز اشغل الاغنيه. عايز تعمل ميوت تعمل. تكبيس يا رجاله. عايز الجوله كلنا سوا. اوكي نبل ودنا في بعض. تمام. تكبيس وشير. خلاص ما نعرفش مع بعض يا شباب. شير 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 مع بعض. تكبيس وشير. روح يا رجاله. عايز الجوله كلنا تكبيس سوا. باسم كلنا تكبيس سوا. تكبيس من نار حبايبي. كبسوا لي عندي يا شبكون 700 في اللايف ولا تكبيس. تكبيس مع بعضك كل الجولة دي. نفس احنا بقى الجولة دي ونركز. تكبيس شير 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 على ما نقدر. قولي انت موجود مع التفاضل ولا لا؟ روحوا And you know we don't give up. It's not your birthday. You'll find me in the club. Bottles full of blood. My mind got what you need. Give me the fill of bars. I'm in the habit since I ain't into making love. So come give me a hug. What's up, ma? You can find me in the club. Bottles full of blood. My mind got what you need. Give me the fill of bars. I'm in the habit since I ain't into making love. So come give me a hug. يا ترحمنا بقى. You know who I'm from. Friendship is on. روح لمنار بتحب السولجنات. روح لمنار بتحب السولجنات. غور عني بقى يا عم. الله يخرب بيت امك. خد ميوت. وانت خد ميوت. وهي بدي اشيله عن مداهم ومنار. هو ايه اللي بدك تشيليه ده؟ ده ميوت. لا حطيته. حبيت له ميوت لاحمد. لا 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 اعملي له ميوت تاني عشان اشغل اغاني. هوب هوب هوب. جايز ولا لايف كلنا سوا. مين رايس طولجنات ده؟ والله ما اعرف. انا اخر ما زيت قلت له روح لمنار بتحب السولجنات.
ليه انا شبهك؟ انت مجربها انا مش مجرباها. يا يا مشعل يا منسق انت. الاغنيه اسمها فرقونا يا حبايبي. ملكه البرنامج هنا منار. يا عمري العصاية الملكية دي ما ينفعش يكون غير في ايد منار. يا صمورة ده انا بحبك تلمي يا ولية. لازم تبقوا عارفين انتوا بتبعتوا هدايا لايه. يعني انا لما باجي برتبط بواحدة هبة تيجي تديني الخاتم. معروفة هبة اوعي تعملي كده، انا حبيبتك وصاحبتك على طول. اتعلمي التنسيق يا هبة على البرنامج. لا يا هبة انت مركزة على اهدافك صح، انت عارفة بتعرفي ترمي هدايا صح. اسمعي مني، الملكة ما ينوبهاش غير العصاية الملكية، لازم تمسكها كده وتقف تشمخ العصاية الملكية. هناك يا سمورة غبية، هناك جدعة بنت سمورة. انا مش ملك يا بابا يا عمري، انا بعتتلي تاج يا ابو سرب. انتوا اسمعوا مني، ادوا كل واحد الهدايا اللي تليق بيه. يعني دير بلا ده ملك، وش وش ملك علي الطلاق، انت اللي مملوك قد الدنيا. يلا انا هحكم دير بلا يا مدام وانت احكم هيا. ماشي. اول حكم يا درابولا، هتكتب عندك في البايو منار تاج راس الابليكيشن لمدة يوم. تاني حكم هتيجي عندي السجن لمدة ربع ساعة. تالت حكم هتشرب لتر ميه. سبعاوي اسامه بلاك هوب جايز، ما قصرتوا بالتكبيس يا عمري، احكامك ماشي. هي عندك سجن ربع ساعه. الحكم الاول تكتب لي هنا مداهم ثلاث سبعات. يلا. ما راح اكتب على وشي، انا ما بكتب على وشي وشاي. مداهم هيا، وين رايح؟ اكتبي في البايو، اكتبي في البايو مداهم ثلاث سبعات حب عمري. حب عمرك، راح اكتب اسمك مع ثلاث سبعات. ماشي ماشي. انت بتاخدي سكرينات لينا منار؟ ببين الصوت ترى. بتاخدي سكرينات؟ بعمل حبا، عملت سكرين لحاجه بس عايزاها كده. اوكي راح اكتب لك في البايو مدام وثلاث سبعات. ماشي. المفروض تحفرها في قلبك بس انا مش هقول لك كده. يا ربي. لكن كتبت لك اياها بهيدا الاحتياطي. اوكي. ايه؟ لا احتياطي انه عايز الاكونت الاساسي حبيبتي. بدك الاساسي؟ يا فيدي يا قلبي. طيب. خلصانة. انا كتيبة هنزل لكم الفيديو و وانت هتقفل صح؟ ايه؟ انت هتقفل؟ انا عمال بظبط لهم للمسابقة وعمال بظبط لماتش الاهلي والزمالك. إيه؟ خلصان، هتيجي تتفرجي عليه معانا؟ اه طبعا. سيبكش انا. هتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. جدع جدع يا بنت منار. ماشي يلا. امتى الكلام ده؟ الماتش بكره الساعه 9. اجيلكوا. حاضر. ملك هيجا شبه التور اللي هيك في عنبر 7 ليه على خلق الله كده؟ انت يا ولية سيبولي ام عمر بس خمسه كده، عايزه اتكلم معاه. كلمي يا اختي. كلمك كلمي. كلمي. مالك زمين مزعق؟ مالك؟ مالك مش بتقول لك يا محدش مزعلني، محدش يعرف يزعلني يا منى. انا ما قلتش حد مزعلك. انا لسه ما اتخلقش اللي يزعلني. يا ستي انا بسألك. ما اتخلقش، ما طلعش من بطن امه اللي يقول لي بجد. انا مش هديكي فرصة انك تتعاركي معايا، دي انسي هطلعيها من دماغك. مش هعمل. مالك كده بقيتي رايقة كده ليه يا منى؟ عشان انا بحبك. لا انت بقيتي رايقه، غيرتي من درجه 1 ل 99، في حاجه غلط حبيبتي. في ايه رايك كده احلى صح؟ من جمالك. هو انت عملتي يا منار دي باروكتي ولا انت لابسه شعر ولا في حاجه غلط؟ اكستنشن يا ام عمر. يخرب بيت البتاع ده، يعني لا البتاع ده ما بيخليكيش تعرفي تصلي. بالله عليكي حياتي قبرني جمالك يا عمري. حرام الصلاه باكستنشن. اه هو البتاع ده ولا دوت ولا اللي هو الجل الضوافر. ايه بس عادي ام عمر يعني. حتى لو متحجبه؟ يعني حتى لو متحجبه حرام. الله اعلم، بس دي حاجات بنات انا ما اعرفش فيها الصراحه. ايوه دي حقيقه صح. ولا الضوافر؟ لا الجل اللي بيتحط على الضوافر الجل،
اللي بيعمل عزل ده كمان ما بيتوصل. ما بيقصر. لا انا مش حاطه، مش عامله جل، مش بعمله. طب والجل اللي بتحطيه لوشك ده عادي؟ انا الحمد لله يعلم ربنا، يعلم ربنا ما بحط حاجه على وشي. انت ما حاطه ميك اب ام عمار اللي على خدودك؟ والله العظيم لا اخو في هنا بس شويه بس. يعني في على خدودك ميك اب؟ حبه صغيرين يا حبيبتي. اصل ام عمر برضك من بتوع الدقه القديمه. دربله دخل طالع. الناس يا عيني. ارمي قلبي يا معفن. قول يا مدام قول. ام عمر كانت بتجيب قلب الطوب الاحمر تقسمه نصين وتروح جاي دعكه بوشها. الحمد لله يا ربنا يديمها عليا. انا كده كده في الاخر هكون نايمه جنب الطوب ان شاء الله. كلنا رايحين نايمين جنب الطوب يعني كلنا كده وكده هنبقى في قد كده. انا في نفس المكان اللي انت هتكون فيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مش عيب ولا حرام. لا ده احنا اتخلقنا منين؟ من طين. يبقى ما تتكلمش كتير على الطين والطوب. احترم نفسك. ما قفلش دخل من الاكونت التاني مع ان ده مش ده الحكم يعني. انا بس يعني. لما بقول لي منار معلومه هي لازم تاخد مني المعلومه. حاضر اللي انت شايفاه انا هعمله. حاضر. ده خلي بالك منار مطيعه. انا بحبها عشان هي مطيعه. انا بقول لها حاجه بس فهماني عشان افرض خلصت اللايف وحبت انها تصلي الفجر. احسن واحده باطل كله وتتقبل نصيحه. اساليني انا. انا عارفه والله العظيم بتتقبل قسمت بالله وبتقول حاضر ونعم. ما تقسميش. مصدقيني من غير ما تقسمي. اسألي مجرب. اسألي مجرب. طفحان هو جرب. طفحوا طفحوا مني. انا ثلاث ساعات يا عمري يا حبي انا من جوه. عارفه ده ام عمر؟ كان قد كده ثلاث مرات كان عافي كده بالصلاه على النبي. اتبرى. الله الطلاق اتبرى. هي كانت في الاول عناديه يا مدام دلوقتي بقت حاجه ثانيه. اه ثانك يو قلوبك. خلاص بقى انزلي يا هيا عشان نجيب رابع. بالله عم بتطيروني حيوان يا قليل الذوق. والله قعدت لك يا جيني عليك مش بني ادم ولا بجد. بلا ذوق بلا تهذيب فوق ما انا متحمله وجودك. اقسم بالله انا احسن لايف كان بالنسبه لي اول امبارح. انا خدت خطيبه على الطلاق ما دخلت واحد اعرفه وقعدنا نهزر هزار. جوك قاعد لحد الساعه 5 الضيف 18000 اقول لهم روحوا ناموا روحوا ناموا عشان اقفل. احنا قاعدين احنا قاعدين وانا بقى انا قاعده على قلبك. انزل. لا انت قاعده على بالناس يا مدام. لا شكرا. انزل حبيب. انا قاعده اللي مو عاجبه ينزل. لا يا حبيبه قلبي ده انت منورانا. انت قاعد على عارف يا مداهم. اه على قد كده انت قلبك طيب. عارف ليه؟ ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى منزل ملائكه من عنده ليك. سبحان الله. عرفت منين يا ام عمر؟ كل شخص بيحبك فربنا سبحانه وتعالى بينزل له ملك ان هو يحبك. لا اله الا الله. قولي والله العظيم. طب انا غلطان انا بقول لك معلومه زي بجد والله العظيم. يا عم خلاص براحتك انت حر. والله بتكلم بجد. صح بجد. اصل انا كنت متخيل بعت الفيل اللي ايش فاهمه في الكلام ده. بس سبحان لا يعني بص ام عمر ده الله اكبر عليها. الله اكبر عليها. يا عم مش هرد عليك. يا تخيل ربنا يحفظك. يعني تخيل 17000 ملك بس قاعدين بيحبوني. انا ابيض والله العظيم يا جدعان. كل متابع متابعينك كلهم بيحبوك. من حب رب حب في خلقه. الحمد لله الحمد لله. وانت ما حدش بيحبك. طب هتقعدوا بقى تقبلوا لبعض ولا ايه؟ فليلتكم تشيلوا الاثنين. لا هو ناطرني انزل علشان يجيبوا رابع. والله ماني نازله يا قليل الذوق. ليه يا هيا حبيبتي؟ معلش انزل. لا عشان احنا هنلعب رباعي فمستنيين نجيب رباعي. انت جميله وحلوه وانا بقول لك معلش سوري لمدام. انا عادي انا قليل الذوق. بقلة ذوق. أنا قليل الذوق. انزلوا انزلوا. ولا مداهم أنا بعدني حكيت منيحة. أنا لسه ما فجرتك وشي الثاني. أنا لسه هلا فتحت اللايف. لا ما تقوليش كده عشان بخاف. أنا بنام في شعر الواحد. إيه فمشان ما تخاف انزل. بصي أنا امبارح خدت حظر يوم. فأنا ممكن أكمل دلوقتي عادي تاني. ها؟ عشان انزل. خليها حلوة. أنت بنت شكلك انزل. أنت شكلك كيوت وبنت ناس. اسمعني عشان انا ممكن اخليهم يخبوا وشهم. لا لا انا بصراحه افضل قاعده بس ما بتكسفش. بلاش بلاش يا مدرب الحركه دي. لا
عن جد قليل ذوق. شو بدي اقول عنه؟ بس انا ما رح انا كنت اصفعك بس لا حرام. حرام حرام حرام. يعني لو انت هون هيك فيس تو فيس اكيد ما رح تصفعني، انا اللي رح اصفعك، بس انت من ورا الشاشه فحكي من ورا الشاشه. جوي انا اللي 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 هيك من ورا الشاشه. انا الكاميرا بصراحه بتجمد قلبي يعني من ورا الشاشه، فاحكي قد ما بدك. لا حبيبتي انا ما اقدرش امد ايدي على واحده. ماني حبيبتك، اسمي هيا، فناديلي هيا. يا هلهولة معلش حقك علي. واذا حقك انزل. انا بتاسف لك قبل ما انزل، انا غلطت غصبا عنك. هتتاسف لي لان انا ما غلطت فيك، انزل. انا ما اقدرش اغلط فيك. بتحب افرجك وش الحقيقي؟ انزل. لا لا بروح على وحط انزل وحط امك بالراحه. انزل. لا كتيبه محمد هلا انا قاعده وعم بشرب قهوتي ومروقه يا حبيبتي وفاتحه مو جولات، فاتحه قصص وحكايا. انت تعصبتي ليه؟ انا ما تعصبت. يا انت لسه ما شفتش عصبيتي. لا والله يا دين امي. انت كده لسه ما تعصبتيش؟ امال لما بتتعصبي بتعملي ايه؟ لا انا لساتني رايقه، اذا بدي اعصب هتخاف مني. السوريين السوريين سياسيين. فلهيك لازم تخاف منا. اخاف من مين؟ لانه نحن سوريين. يا ستي من خاف سلم. انا عايز اشوف وشك يا بنتي، عيب اللي انت عاملاه ده. ما نلعب جوله خلاص يا مداهن. اصبري. لا انا مش هلعب معاه وهي شايله ذره ضغينه في قلبها من ناحيته. لا ضغينه حبيبي هو ليش؟ انا بعرفك لحتى احمل عليك ذره ضغينه. ما انت زعلت عشان بهزر معاك وبقول لك انا زعلت على قله ذوقك، بعدين انا ما بزعل من قليلين الذوق. يا حبيبي قلبي يا بنتي الامارات مش عارف نلعب جوله يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي والله العظيم انا مش بقل ذوق، انا كنت بمزح معاك. انت فهمتي غلط. ما عاجبني مزحك خلص. يعني ما تكون خفيف دم لانه انت منك خفيف دم. ده يوم اسود، يوم ما قلت كلمه. كان يوم اسود يوم ما قلت كلمه. كان يوم اسود، كان يوم اسود والله. يوم اسود يا عم عمار، يوم اسود وعن جد يوم اسود. لابسين اسود ربنا لا تاخذنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما خلص يا حبيبتي بقى روايه كده. في ايه يا حبيبتي؟ مش عارف هي متعصبه ليه. انا مش عارف. ما تروقي كده وتخليكي شاربه ليمون ساقع عشان ليمون ساقع. خلينا نلعب شرب قهوه يا ام عمر عشان اتحمل هالعالم. بيطلع لي هذا بنص اللايف. لا لا على فكره الراجل بقى له ساعه بيقول لك انا بعتذر. بقى له ساعه بيقول لك حقك بعتذر. انا ما بدي انزل يا ام عمر. ينزل هو كلامي غلط. خلاص خليها يا مداهن. ما عاجبه ينزل وابعت لام عمر وابعت لمنال. شباب خلاص يلا. ايه اصبر يا دمي انزل وجيبهم. اصبر انا عملت ميوت يا ام عمر افهمي. ما خلي بالك اللي انا بعمله ده نوع من انواع المداعبه. انا بحب الحاجات دي قوي. هي تعصبت. انا ما اعرفش. راجل زي العسل حبيبتي يا ام عمر الله يخلي. الاشكال الضاله دي مش فاهمه ليه كده. ربي دخلك. ربنا مداعب قلب ابيض يا شيخ والله العظيم. والله والله حتى اساله ام عمر كده حبيبي يا اس حبيبي. على قد ما هو كده بس طيب. انت عارفه انت لو قدامي وقلت لي اصفعني والله ما اصفعك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا ما ينفعش امد ايدي على واحده. ما انا اهزر معاها امزح معاها بس امد ايدي. حتى لو هي عملت المستحيل ما تقدرش تمد ايدك عليها؟ لا طب مستحيل. ده هي لو مسكت ايدي وقالت لي ابوس ايدك اصفعني انا والله ما اصفعها. هو هيك بفكر كل العالم يعني بتحب مزحه. هنلعب جولة في السنة الزرقاء ولا نغور في 60,000 قررة تاخدنا؟ اصبري يا ام عمر والله جواها حلو البنت دي. يا جدع انت عمالين قاعدين فوق يا جدع مستنيك. يا عمري يا ام عمر خربنا لك جوك والله. يا حقك علينا بس شو نعمل غليظ. ليه شفتيني كده يا هيا؟ انت هيك. الله يسامحك. شكرا. يلا خلاص نفذي له حكم سجن. بعد سجن عندي. عن جد مداهم مو عاجبك نزال.
عادي فيك تبعت مرة تانية لأم عمر ولمنار يعني وين القصة؟ كثير بجد كثير قوي كده يا منار بس أنه أنا أنزل أنا ما بنزل أنا ما حدا بيجي وبيقول لي أنزل سوري يعني نحن هون كل حدا عنده لايف وعالم ما في حدا بيقول لك تاني أنزل عايزين نلعب بك يا اسطى عمرو ما يلعب لعمره انت متخيله ان احنا الثلاثه مش عايزينك وانت اللي قاعده مصممه يا سبحان الله عادي حقكم انتوا في ناس معينه بتحبوا تطلعوا معه وحياه امك يا شيخه تنتلي يعني انا مني يعني انا مني ميتة يعني مني ميتة عليكم اسمعي بس يا اخواتي نهايه يا ام عمر انا بقول لك نهايه يا حبيبتي عشان خاطر ام عمر والله يا ام عمر لانه قال هالكلمه والله ما بنزل اذا هو عنيد انا لسه اعند انا عارف انت معنده ليه والله العظيم ليش معنده عشان انت راسك يابسه بس مش عشان حاجه مش ثانيه مشان هيك خلص انزل وابعت لمنار وام عمر يعني وين القصه قلت مش هيطوا يقعدوا معاكي 3 ثواني والله العظيم اي عادي عادي هنلعب جوله يا مدام يلا ام عمر انا هقول في 60,000 داهيه يلا يلا كلمه واحده بس بص انا هقول لك انا دي عجبتها القعده وفي ارقام وبتاع والدنيا عندها طب يلا خلينا ننزل طب يلا يلا انزل ايوه على الاقل انت سخنتيني كده يلا انزل لو سخنت انا كده اقول لك والله لا اقعد جدع يا بنت نحن اللي بنعمل كده في الناس عبيط غلبانه والله الناس دي مش عايزانا نشوف اكل عيش ده لازقه بغيرها لازقه بغيرها اه والله هي عجبتها القعده الا بالله العظيم يا رب مدام انا ما عملتش حاجه وانا نازله بصراحه تفيت عليه لا لا اشوفش انا والله العظيم اقسم بدين الله انا كنت ما مطمن لسكتتك دي ابدا ابدا قسما بالله تفيت عليها مرتين لا والله كان واحده جت في الشاشه ولا حاجه قلت اتاكدي ما اقدرش يا بنتي بص هي بتتعامل ببرود ليه مستنيه اغلط فيها طب انا مش هغلط فيك لو عملت ايه مش هغلط فيك والله العظيم ما هنولك اللي في بالك عشان اقري دماغها اتعامل ببرود والله لا انا مش همد ايدي عليكي عيب بس نجيب مين هي بتنكش من الصبح مع اي حد فانا ما اعطيتهاش الفرصه اتبردت شبهها فهمت البرنامج ده ما بيمشيش غير بكده الصوت استنى هطلع واطلع يعني وانا معاك هطلع وادخل ثواني وخلي مدام يشلف لك بالشقلوط اصل الفكره انا غبي غبي عشان اسمع كلامها انا افضل اللي عيبه هو قال لها ايه يا اخوتي هو ما قالهاش حاجه بقى له ساعه يقول لها طب حقك عليا طب بعتذر منك طب الحك ايه قال لها ايه يعني غلط فيها ولا شتمها ما غلطش فيها حول الله يا رب في ايه يا اخواتي مالكم بيج لاف كاتبه الكاتبه والله ما قالش حاجه الراجل ريح دماغك يا ام عمر الراجل بقى له ساعه يقول لها طب خلاص طب حقك عليا طب ما تزعليش طب ما اعرفش ايه يعمل ايه يعني يموت نفسه هم عايزين اموت نفسي بس انا هقعد اهيركم خلوني اطلع بره لا التيك توك النهارده في حاجه كان لا هو بقى له يومين عشان التحديث لا و ما قالش حاجه صحيح والله ما قال انا ما شفتوش غلط فيها بل انا اول مره اشوف مدام هادي كده وطيب ومحترم للدرجات انا عارف هي عايزه ثواني وجايه ها لا قال ما شفتوش ولا قال لي ادب ولا شتمها ولا عمل لها حاجه قال يا ام عمر هي لو كانت وقفت على شعر راسها لايفها ما كانش هيجيب 3300 عجبتها القعده بس اهو بصراحة انا هاجي لكم سكة ودغري اي حد مكانها كان يعمل كده هي مش غلطان والله ما غلطان بس انا مش فارق لي يعني مش همزك فيها ولا اشتمها ولا بتاع مش في طبعي انا لو انت جايب البرود دي كله منين؟ اللي حصل لك فجأة انا اللي طلعوا اتكلموا عليا ما ردتش عليهم بس انا هعرف اعمل معاهم ايه تحت الميديا انا مش راجل خايب عشان خاطر اطلع احط راسي براس واحده واقعد اشتمها مع ان احنا واقفين في طبق واحد بس انا مش هرد عليك وخلي بالك قعدوا يعملوا فرده واحنا بنحب الكتيبه واحنا بنموت في الكتيبه ايا كان بقى مين الشخص
احنا بنحب الكتيبه وبنموت في الكتيبه وبيمليسوا عشان خاطر مفكرين الكتيبه دول عيال بشخه ولا عيال بريانه فيسمعوا كلامهم والكلام كله. انا شايف ده كله ماشي. كملوا كملوا بس عادي، سيبوها تشتم براحتها، كبروا دماغكم. احسن حاجه فيك، احسن حاجه في البني ادم من ايه؟ حابب يكون فاهمني، يكون راجل رزين، انك ما تردش على حد. انت بتشوفيه برد على حد؟ يهبهب مع نفسه زي ما هو عايز يهبهب بالظبط. اصل كل ما ترد عليها يجري وراك. او ملكه جمال المغرب او قطه فرعون عامله ايه؟ شربناها قهوه. احي حذروها، حذروا البيت. لا والله. البنات بيقولوا لي عملنا لها قهوه اتحذرت. لا لا لا، هو بلد بنت دي ازيك يا عسلامة؟ اشنح ويلكم. شايفين الناس اللي زي العسل؟ عسلامة عسلامة اشنح ويلكم. ده من تونس. اتملكت مرات ده؟ طب حلو كويس ان انت من تونس. ايوه اه يا حبيبي. لا بس يا هبه، لا انا احب تونس الصراحه وبناتها. انت تونس ولا المغرب يا حبيبه قلبي؟ تونس. والمغرب تونس. حلوين برضو. اجدع ناس، اجدع ناس. جيتوا لتونس؟ برشا الجيري في البرشا. برشا رحت الحمام، الحمامات. رحت الحمامات. اه امتى السنه دي؟ عايشه. لا من 3 سنين رحت. قعدت 3 سنين قبل. جميلة ما شاء الله، بعد التطور اللي عملوه هناك. لا فظيعة فظيعة الحمامات. نورونا والله. من مصر. نبغيكي بالزاف حبيبة قلبي. نقولوا نحبك برشا. نحبك برشا. نحبك برشا. نحبك برشا. نبغيكي بالزاف دي انت فهمتي غلط. نبغيك بالزاف للجزائريين يقولها. والله يعني نبغيك. ياشي مش كلكم بتفهموا بعض. اه نفهموا بعض. ثاني قلت بس خلاص تمام كده الرساله وصلت. انت عارفه ام عمر دي بتموت فيك. مين ام عمر دي؟ متابعاك، عامله لك فولو، بتقول انا بحبها، بخش اتفرج عليها. افردي وشك بدل ما انت كاويه بالعافيه النهارده. قصص ام فراوله ليش ما تضحكي؟ لحظه ثانيه واحده ام فراوله ليش زعلانه؟ اسمك فراوله انت؟ ما نزلهاش اسد النهارده يا فاديه. ولا بعلي اسبوع ما شفتوش. مين اللي ما شفتيهش؟ هادية دلوقتي هتقفل اللايف وتخش تبعت لك اسد. اه ان شاء الله مداهم يرسل لي اسدين وانا ارسل لك اسد. شايفه الناس اللي بتعرف تفكر؟ اقسم بالله الناس دي اللي اهو شفتي خدت الجمله راحت معدله عليهم وراحت مباصيه. سهلة. انا احنا التوانسه نتميزوا بالذكاء رانا. ذكيين انا. لو قدامي لابوس خد بالك الجواب، خد بالك الجواب بتوعتهم. انتوا بقيتوا بتحرقوا كتير قوي وانا مش فاضيه لحرقكم ده بجد. صحيح صحيح. منور. ايه الحرق ده؟ حرق. يلا يا منور نلعب جوله انا وانت يا منور يا حبيبي. لا يا ام عمر لا مش هلعب معاك. مش الغضبانين دول. مش انا وشي بفقر. يلا ورينا بقى. شايفه البرنامج كله وشي بفقر ما دام ما نزلهاش دعم. انتوا مساويه لكم ام عمر دلوقتي تشوفوا ماما تعمل فين ان شاء الله. اقعدي هربي من احكام يا هرابه ان شاء الله. وعرفكم يا رب الجوله تبقى ليا. ايه يا فاديه انت فاديه انت يا سعيد انت عارفه ام عمر دي مين؟ اه ام عمر دي اللي دفع فرعون نفسه. لا 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 هذه ذو شأن في مصر عادي. هي دفنا فرعون وانا نفرتيتي. يا ماريو اتفضل. ايه ده صار اللي انت لابساه ده؟ تكبسنا مش حلو خالص والله. ولا تكبسنا ولا الشرب. نوره اسمع نوره احلى نوره. انا بعدي 18500. احلى نوره يا بنتي الامارات. الامارات واحد وبس. ام عمر ماتش ماتش يا مدام. خد الاشعار ده. الحب مش بالدولارات بس، الحب زي مصر والامارات. الحب مش بتوعي ولا مش شغال. انا بتشيع هنا في البرنامج. بتشوف اي داعم معدي؟ ايوه 100 شمعه. قطريه قطريه بحبك يا قطريه. ايه قطريه 50 دينار. نار نار نار. ثاني ساعه يا حبيبتي. يا روح على جوله. الله يرحم ايام قطريه. مداهم اه احلى ريحه. تقرب لك ام عمر. ام عمر دي قدوتنا هنا في البرنامج. دي اللي دخلت بيتك قدوه. يخرب بيت ام عمر. ايه رايك بقى؟ 900 ما شاء الله. ام عمر انت ما انا 3 ساعات يا سعدتك. لا ده لازم اشغل حاجه دلوقتي. لازم شغل لهم. سال عليا ام عمر.
ايه يا حبيبتي؟ ليش مقلدتني لبسك ازرق ماتشي ماتشي؟ سبعاوي قلبها سبعاوي. هي مش هتفهم يعني ايه ماتشي ماتشي. يا بابا يا قلبي. ماتشي ماتشي يعني زي بعض. هي مش هتفهم يا عمري. ليش هي زيك ما تفهمش؟ والله مش هتفهم ماتشي. قولي لا انت مقلداني هتفهمك. مع بعض في الدبل يا اخواتي. هي مركزة مع الدبل. مني الجولة يا اخواتي. المهندس. هي مركزه مع هدينا في بعض. اسمع شيرونا اللايف مع الدبل. لسه قلبك يا انا 3 ساعات يا عمري مع بعضينا يا اخوات. حبايبي مع بعض يا عبد. لسه قلبك بنت لبنان مع بعضينا يا اخوات. يا رحيم مع بعضينا. تكبير تكبير مع بعض. مع بعض يا اخوات مع بعض. شغل حق حطي لنا الحب وقوع ومش بس طفوله. بس المهندس المهندس جه ضربها في وش. مين حبيب قلب قلب المهندس منال؟ انت منين منال؟ انا من مصر يا حبيبي. انا منار. منار منار. منار من منال مش كتير. عاجب بالله والراضي. ليه زي ام عمر كده يا حبيبتي؟ قصر الحرف الاول الالف وشيلي الراء وحطي. هو عليا بس يا احمد عيب يا احمد. مش انت تونس منار؟ ايه يا قلبي؟ ضيفوا المهندس وما تضيفوش احمد عشان وسخ بيبعت صولجانات. شاف راجل محترم بعت اسد وقلوب. قلوب انا عندي قلب بما يكفى. ليه تبقى صولجانات يا واطي؟ حبيب المهندس ركز يا مداهن. انا واحده طموح يعني. انا واحده طموحه. بقول لك قلت لك عارف من تو لو على الجواز الرجاله كتير بس يعني الدكورة. لان انك تلاقي راجل في الزمن ده اللي نزل في السوق مش قد كده. الجراوي كلها طفش بالظبط. اسالي مدام مجرب. مدام مركب شنبات بس. شنبات بس جدع قلبي يا جد. وام عمر عندها ما شاء الله يعني خبره. قلبي يا سمر خبره. انت عندك خبره في الابره. ايه عارف ام عمر من حوارات. قلت لك انت عندك حواراتكم ديت تخلوها لنفسكم. ولا حكي في الابره ولا حكي في الصاروخ. بتقول لك انت عندك خبره في الابره. الهلال والنجمه. الابره هي اللي بنسوي بها الملابس يعني دقيقه جدا. ما تعرفيش الابره يعني شيء بنخيط بيه. خلينا خلاص شوف لنا. ارحب يا مهندس يا حبيب قلبي يا نور عينيا من جوه يا حته من قلبي. اوعى تنزل لها كلب يا مهندس. منور يا حبيبي. اوعى تنزله لها. يا حته قلب المهندس. يا جدع من الامارات. هي لا بتستقطب في الدعم مو دي مستقطبانا احنا شخصيا والله. خدي انت ما بتستقطب. خدي ميوت يا حبيبي يا مهود يا حبيبي والله. يسلمي قلبك يا مهود يا ابو زيد. يا سعيد دينك يا سعيد قلب ابو زيد. الحمد لله احنا كسبانين يا ناري. المهندس يا حبيبي. مهندس يا حبيبي ابو زيد يسعد قلبك. الجوله الثانيه قلبي يا احمد اسامه هبه ام عمر بتراعي. بجد انت بتلعبي جولتين وفي الاخر بتهربي بتضيعي في وقتنا. انا ما تسكتي يا ام سكور. شكل سكور رقم سكوتي يا وليه يا عرشانه. انا اللي الصبح تكتلك بدل ما اجيبك من طرحتك واخلي ليلتك تسكتي. يا بنت انت شايفه لك سكور يا بنت. ما تقعدي يا وليه. هو في يا جدعان ما تصلوا على النبي. انا خير جايبك الصبح ودايم في حاجه اليومين دول عم هادي بس خلاص. هتشوفي الاسد اليوم يا ام فراوله وتفكرين بجد مش فاهمه يا بجد. خلاص يلا انزل. والله في هبه مش قادره استحمل بجد. لا انزل انت مش هتنزل. ايه ده ايه قصتك كده بقى معاهم بقى؟ دي قصه بقى. لا دي قصه. دي قصه. انزلوا ايه؟ انزل. والله عندك حق. يعني انت عادي قاعد بين ثلاثه بنات يعني؟ وهو ربيع مش شنبيتك بطولك بعرضك وقاعد بين ثلاثة نسوان بتحكي. طب وانت اللي احنا على الاقل نسوان احنا بنحكي مين قال لك ان دول نسوان؟ بس اول افهمي كده كده كده. وانت كل مره منهم ب 100 راجل خلي بالك. انت لسه ما تعرفيش الناس دي.
بعرفهم نساء بألف راجل، انت شو جايبك معاهم؟ انت ما بتقدرش تلعب حتى معاهم. لا لا انا ما ينفعش والله العظيم العب عليك متابعه بالابتدائي. حد عامل لك عمل للموضوع ايه يا ولد؟ ايه يا ولد شو؟ شو عندك شنبتين؟ اطلع انت. عندك حق انا طالع اهو. اطلع احترم احترم الستات. لا خلاص انا بحب قعده الستات بصراحه، فانا قاعد معاكم. ها يا بنتي يا يا مدهميه يا محترميه اسمك. يا حبيبي قلبي انا وامك اصحاب من زمان. لا انا انت حبيبتي حبيبتي والله اجدع ناس شعب تونس ده. لحظه انت ليش تشبد الام هلا؟ مو انت محترم على اساس؟ لا لا امك على راسي امك. انت انت هلا هزرت بالام، انت مو محترم؟ انت الناس كده بتتبعك، انت بتسحب على امي النهارده. طب انا نازل بقى عشان انا مش ناقص دراما. انا نازل انا والله والله ما هتخانق مع حد. ده النهارده يوم ما يعلم بالله ربنا البت اللي بتطلع جست حديد وبعيد ما انا نازله حديد وبعيد من مع انه والله قايلها بهزار. قصص ما يعلم بها الا المولى. اه والله انا هدخل مع بوسي. لا دخلت مع حد. انا هطلع مع ناس ما اعرفهمش. انتوا خرجتوا ليه؟ ما كنتوا كملتوا معاهم؟ انتوا خلاص يا جدعان وصلنا التلاتة مليون، ايه المشكله يا جدعان؟ عادي الاحتفاليه يوم التلات، يوم الثلاثة هنحتفل ان شاء الله باذن الله. ده بتضحك. كل ما حد يطلع جست معانا اقول له خلاص انزل مش نازل. حقهم الصراحه ان لو حد قال انزل على الطلب انا نازل. بصوا الدخله دي. تعالى يا مدعمين كده تزعلي مني يا فاديه. والله لو ما كنت فارمة ما كنتش زعلت منك حبيبتي يا فادية. والله أنا حبيت دمك عشت روحك. عادي عادي والله بمزح معاكم. بتعرفوا أنا أصلا في مصر راني موجودة. أنا والله يعني بحس بالشعب المصري. فين في مصر؟ أنا في الغردقة. ثواني يا منار ما عادش أخد حق أبعت لك جوز نسوان. قولي رقمك. إيش؟ انزل انزل عادي انزل ارسل عادي. اسد لإلي واسد لام عمر واسد لمنار اختك. عناية عناية عناية. ابعت لكم ثلاث كلاب من اللي بيهزوا في ديلهم دول. على الاقل الكلاب الغنيه مو تكون كلاب رخيصه. لا 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 ما انا مش عارف بتزعل في الاخر. ما هو مش عارف اردي. والله دمها خفيف يا مدير. لا هي عسليه بصراحه والله دمها عسل. طب والله عسوله. لا والله. طب بصوا عشان اعرفكم ان خلاص يا حبيبتي لعبنا معاكي جوله انزل عشان نجيب راجل. انزل ولا ما تنزل انت. والله يا جماعه والله العظيم زي العسل. وحياه امي ما تنزل انت وبعدها انزل انا وبعدها انت ترجع معانا الستين. يا جماعه انزل انا، انا حاسه ان في النهارده مشكله في النزول. لا لا بيتعب الظهر يا بنت يا منار اصعب من الطلوع. انزل انت خليني انزل انا وانت بعدها ارجع معاهم. يعني انا لو نزلت هتنزلي؟ اه. طب مش نازل. انا قاعده كمان على قلبك. ده انت منوران. قاعده فين في مصر؟ في الغردقه. لا والله. واو واو. انت حبيبتي في الغردقه لو عشت اي حاجه اقسم بالله. شو اسمها حبيبتك؟ حلوه؟ لا حبيبتي ايه واحده واحده حبيبتي. يعني هنا في مصر لما بيقول لك حد يعز عليا بيقول لك واحد حبيبي واحده حبيبتي. اه ظنيتك عندك حبيبه. لا لا جوله عناي. يلا يا اخواتي بقول لك جوله للدعم جاي. يلا خليها خليها احد حرام. انزل عادي. لا لا خليك احنا بنهزر معاك يا حبيبي. انا اصلا قاعدة. لا منورانا والله. اعمل لا متابعة ولا مداه. لا 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 لا. عليك. لما توصل مليون هضيفها. لا لا انا لما اوصل مليون هسوي لك بلوك. شفتي؟ اصل انا مش هشوفك ساعتها. اه. خلاص انا ضفتك، لو مش عايزة تضيفيني انا هفضل سايب لك الاضافة. يا قلبي انا ثلاث ساعات يا عمري من جوه. الناس اللي هم قسما بالله ما شفت واحدة تونسية ما شخصيتها قوية. لا هم التونسيين معروفين. قادرين. والله قادرين. ارحب يا سعيد يا عمري. مهندس يسعد قلبك يا مهندس. علشان شنبيتك حرد لك الإضافة. أنت عندك كم سنة يا فادية؟ أنا كبيرة أكبر منك. عارف عارف باين عليك. عندك في دماغي في دماغي في دماغي. لا 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 لا.
عندك كم سنة بصراحة؟ 23. ده انت حاسبة الخميس والجمعة؟ عودها عودها على مهل منشان اعرف ارد عليك. استنى، يعني انت حاسبة الخميس والجمعة من في سنك ولا لغياهم؟ كمل احسب لي انت سني وخلاص بصراحة. لا لا بصراحة. طب تديها كم سنة ام عمر؟ لما تشوفني بتقول عمري 28. اي واحدة فيها ام عمر. ايوه حبيبي نبدا بيك. جمال مش باين عنده السكوت يطلع الخمسين يعني مثلا هي؟ اه يعني 27 كده ان شاء الله. ايوه قلت لك كلهم بيعطوني 27 27، بس لما تشوفيني في الدنيا حتلاقيني زي كده. تديها كم سنه يا منور؟ انا ادي 24. انا اديها 31 32. وانا بديك 70 يا جدي. يا جدي يا جدي لا احنا قلنا ارائنا. عندك كم سنه بس بصراحه؟ والله العظيم 23. اجيب لك الباسبور ولا ايه؟ 23 سنه. اه سويتهم في شهر 6. بسم الله ما شاء الله. العمر كله. شكرا. غيران من عمري؟ لا ده انا بقول لك العمر كله ليك يعني. بديتك غيران حبيبتي حبيبتي. ده سوينا زي باب الحاره كده. يلا اهو. ايوه. لا ما انا لا جا عايزه زلزال دي. ايوه انا مسيطره همشك مسطرة. شعر أزرق أمي. إيه يا أم عمر؟ إيه يا حبيبتي؟ إيش الحلاوة دي؟ والله ده أنت اللي حلوة. لا كده تبقي منافقة بقى فاتجة. فين الحلاوة دي بقى؟ الله يبارك لك. دي إنها بدون ميك اب. أنا 3 ساعات يا عمري. أنا سلام يا أنا السلام مع بعض. هي الحلوة فينا هلا بدون ولا ميك اب. يا حبيبتي يا فادية خلنا في الجولة فادية. الله يخليك. يلا يا مع بعضنا يا إخوات. مع بعضنا يا إخوات. مع بعضنا يا حاجة يا مدام. يا حزياتي في الشارع. سلام يا انا 3 ساعات يا عم وحشتيني. جماعه 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 تكبيس شير تكبيس الشير. حقون حقون انا ومدام مش مركز. الحقون. طب ما مبسوط. انا في حوار تاني. تكبيس يا حبايبي. جماعه تكبيس 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 دبل 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 يا جماعه كل مع بعض. شكرا والله. اسمع يا سلام اخواتي مع بعضينا معانا 3 ساعات يا جماعه مع بعض مع بعضينا يا اخواتي مع بعضينا مع بعضينا يا انا 3 ساعات يا عمري مع بعضينا الزوره هذه يا جماعه نحكموا عليها يقص شنباته مع بعضينا اللي تكون مش بعيد قسم انا 3 ساعات يا عمري مش بعيد يا حبايبي كلكم. انا 3 ساعات يا عمري انا مع بعضينا مش بعيد يا ست فادية ارحمينا. مين اللي بيلعب؟ ما هو اللايف نجس خلقه. مالكم في ايه؟ شبيكي يا ام عمر شبيكي؟ طب عاوز خلينا في الجوله. يلا كبسوا كبسوا شايروا شايروا. ام عمر كبس بارتاجي شاشه. تحبيني هكا؟ اسوي هكا اسوي هكا اسوي هكا. اه والله يا عمو. ايوه يا ام عمر بتحب الجو ده قوي بتموت فيه. اه يلا اندبوا مع عمري انا 3 ساعات اللي مش عاجبه يعمل. لا لا صيحي اكتر يا فادية صيحي اكتر. ليش انت مش تصيح؟ ليش انا بصيح؟ الصياح ليه اشكاله. انت هو الشكل الاصلاني اللي بتعرفه. ما دامك انت حكيت على الصياح انت اللي مجربه. انا مصيح. انا لطفي الحلاق. انا لطفي الحلاق. اميره يا اميره. انت اللي صحت انا ما صحتش صح؟ قولي الصياح. انا عم بقلد ام عمر. ماليش دعوه ماليش دعوه ماليش دعوه. مقبوله منك. حبيبتي انت. مقبوله. حكي قري 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 ولابسه فرعوني وبتاع. بس صحيح انت جايباه من الغردقه. خلي بالك بتتباع الحاجات دي هنا. ايوه طبعا. اه من انت اشمعنى الغردقه بقى؟ كوستيم كامل جايبه الجنبيه بقى. اشمعنى قاعده في الغردقه؟ جيت للغردقه لاني عم واكب مهرجان السينما للشباب بالغردقه. اه يعني جايه فتره وماشيه. اه اه يا لو جيت القاهره لو جيت القاهره عرفيني. اقابلك يا ابو شنب. تنوري. يا خلي ولا اه متقلد ام عمر يا حبيبي بتجيب سر. يا حبيبي ما تبطلوا تقلدوا يا حبيبي بتبطلوا بقى وسخه بقى سبعاوي وسخه بقى يا جماعه بقى وقرف. احمد محمد سيد اطفال دي بقى بجد.
ولا شكرا اللي عنده ام عمر مساكين ما قصروش. رجاء بعد ايه؟ بعد ما انت عماله تقلديني صوتي في وش. لا يا حبيبه شوف تلمي يا يوسف بدل ما اخلي ليلتك تشيل واخلي البنات تعمل عليك حفله يا جو. طب يعني انت سايبه قمر زي دي وسايبه ام عمر ومركزه مع يوسف؟ ده مش ما يوسف من عندك من الكتيبه. لا والله. اه والله استعين لك. غيران منا من الكتيبه غيران من البنات كلها. لا ده قصته حزين. انت ساعات يا عمر الله يسعدك يا حبيبتي. يلا يا مديهم انزل خليني انزل. الله يسعدكم. لا خليك قاعده بقى. انزل خليني انزل. والله لنا اللي نازله. بايل عن والله لا سارها يا منار. علي الصلاه ما انا نازل. انزل يا مديه. انا مش نازل. انزل خليني انزل. علي الطلاق ما انا نازل انت حلفتي. وانا كمان هنزل. احمد يا حبيبي يا ام عمر كت 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 الله خليك انت قاعده مع مداهم بقى وشك فوق. لا انزل وخليني انزل. انزل يا مداهم. لا انا مش نازل. أنا انزل يا مداهم. انا قاعد. انزل من البث تبعي. لا لا انا قاعد في البث بتاعي. انا قاعده في البث بتاعي مداهم. ما لناش دعوه كتيب. احنا مخصمين الجانب التاني ده ما لناش كلام معاه ولا جماعه الجنب ده مش عم بسمعه انا فاهمين. احنا مالناش دعوه بالناس دي. أوه. لو سمحتوا مخبرهم ينزلوا. احنا مش نازلين. احنا فاتحين لايفنا قاعدين. لو سمحتوا انا في البث تبعي. ما بنقومش كلام. لو سمحت خبر الناس تسوي شنبها. انت اسوي شنبك. لو سمحتوا انا شنبي ما عنديش شنب هلا. اقعدي ثلاث ايام ما تروحيش الكوافير يطلع لك. لا اقعد شهر ما اقعدش الكوافير من شان يجي شنب. ثلاث ايام. قول للجنب ده مش عم بسمعه. ثلاث ايام قولوا للجنب ده بلا 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 مش عم بسمع. اصغر من ده شويه نبت. شهر 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 اذا ما رحتش بيطلع. بامانه الله شهر. اوه شو دخلك تسال انت مش عم تحكي معي؟ لا انا بكلم الكومنتات هنا يا جماعه. خبروه لو سمحتوا. خبروا خبروا الوزغه دي الحشره اللي بسمع فيها تحكي الحشره دي. لا 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 كده هغلط كده هغلط. انا ما غلطتش. ليش دي سبه؟ اه الحشرة عندنا سبه. لا يا جماعه احنا حشره في تونس يعني زي الدوده الصغيره كده نقول لها لما نحب كمان شخص نقول له يعطيك دوده. يعطيك دوده يا رب. ايوه يعطيك دوده. لا يعطيك انت دوده تفضل. يعطيك دوده. يعطيك دوده نعبر بيها على الحب. او في تونس كي نحب واحد مثلا كي نعتبره صديق نقول له يعطيك دوده. طب انت متخيله ان دي مسبه عندنا؟ ليش مسبه؟ والله العظيم مسبه عندنا. ما احنا شوف احنا دائما الكلام البلدان العربية بيختلف يعني فأحيانا عادي بتجيبوا أعياد وهي بحد ذاتها مش أعياد. احنا أكتر دولة بتاخد الكلام تعمله مسبة. ها شفت يعني الغلط من شنبك. أقسم بالله. لا 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 يعني بصي هقول لك على حاجة يعني عشان ما حدش يفهم غلط. مرات الأسد تمام؟ اللبوة. أنا قلت مرات الأسد. أنا قلت مرات الأسد. تمام. كلمة عادية قريناها حتى في المدرسة بالعربية الفصحى اسمها كده. افهمك حاجة ما عشان خاطر انا بيتقطع سكرانات فيديو بتاعه وانا عامل حساب الكلام ده فانا مش هذكر الاسم. مرات الاسد دي اقوى من الاسد. بتطلع هي اللي تصطاد هي اللي بتخلي بالها من الاولاد من الشبال. لانها ست بألف رجال. اسمعي بقى انا مش بتكلم على دي انا بكلمك على نقطة تانية خالص. بس مشكلتها حاجة واحدة ان هي خاينة. عملوها مسبة عندنا يعني سابوا المميزات كلها ومسكوا دي. ياح شفتي بقى احنا يعني حتى لما حرام والله العظيم ظالمين كل حاجه. نسينا الاسد. والله العظيم على فكره الاسد كسول ما بيصطادش بيفضل قاعد. مراته هي اللي بتعمل كل حاجه. بس زي حالتك لو اتجوزت حالتك كده حتكون انت بالظبط. اجيبك انت شغلك. لا انا بشغل الزوجه تبعك انا وبشغلك انت. طب انا غلطت في حد من تبعك. انا لسه ما اتجوزتش بس ايه بتقولي لي اشغل الزوجه تبعك؟ اه عادي غلطت عليها ان شاء الله زوجتك المستقبليه بتشوف الفيديو. وعلى فكره اللي هيتجوزك ده مش راجل. لا وانت كمان اللي حتتجوزك. لا انت علمتني رايك. والله انت علمتني. عايز اغلط فيك. والله ما عايز اغلط عشان انا عايز عم بنمزح وراه. هيا انزل. لا انا مش هنزل بس بعد اذنك بلاش سب وقصف.
اي لا لا والله ما بسبش، انا اقسم بالله قلت لك ما بسبش. لا لا لا، ما انت في كلام غلط انت بتقوليه، ده غلط عندنا فمش هيتفهم عندكم، عادي عندكم بيتقال. تمام يا جماعه، يا جماعه، يا تابعين مداهم، لو سمحتم بعد اذنكم، رانا احنا بنهزر، لو احنا في تونس عندنا الكلام ده يعني مزح. تمام، اذا انتم تزعلوا ما تزعلوش، لانه احنا ما بنحبش الشعب المصري بيزعل منا. تمام، لا لا بس لا عادي، لا فيكم لا تقولوا يا شنبك، فيكم تقولوا لمداهم ايه اسوي شنبك، بس كده. ماشي انزل. مين منصور هذا؟ بيكتبوا لي منصور. شوف انت عماله بتركبي مسرح وانت مش واخده بالك، انا بنبهك. مين ده؟ قلت لك عم بابا. ما تساليش على حاجه انت ما تعرفيش ايه هي، ما تساليش، ما انا بقول لك انت. شفتي بقى؟ انا لو اسم رجال ده عنده. ماشي اسم رجال، بس انت مش فاهمه ايه معنى الاسم، ومش فاهمه هم بيقولوا لك ليه، فشفت انا جدع معاك ازاي مع انك انت مش جدعه. مين المشكله؟ انت علمني، علمني انا شو دخل، انا ما بعرفش، انا دول اول مره افوت، علمني في جمهورك بس. دول مش جمهوري. نكرت فيهم؟ انا اي حد خارج لايفي مش بعترف بيه. اه تمام. انت منين؟ من مصر؟ انا من القاهرة. من وين؟ من القاهرة. ساكن جنب المطار. ما شاء الله، يعني لما تنزل طائرة تنزل جنب دماغك. ايه تعدي من فوق السطح. تمام. انت مسافرة امتى؟ مش حسافر، حقعد. يا شيخ اقتصاد البلد متبهدل، الله يبارك لك. شيل زمينا نشم نفسنا شوي بجد. والله هذا لحد امتى؟ والله بعد رأس السنة ان شاء الله. ما شاء الله، ده انت مطولة. حبيبتي لو عوزت اي حاجة كلميني في اي وقت. تسلموا يا رب. هاي انزل. لا انا مش نازل، ده انا بقول لك يعني معلومة ليكي، لو عوزت حاجة انا زي اخوكي. بعرف والله، بعرف والله، تسلموا يا رب والله. الله يسلمك، بس قصة ان انا انزل ده انا مش نازل، ده انا هولع سجارة واقعد اهزر انا والكتيبة. انا كمان اقعد احكي مع جيستك في اللايف تبعك. خد بنادول، خد خد، عارفه الاغنيه بتقول لك خد بنادول؟ هو ده بنادول اكسترا. دمها سم. مين اللي دمها سم؟ البنت عماله بتكرر كومنتات هنا، يخرب بيتك، خلاص يعني هزار مش بالعافيه. ليش بتدخن سجاير؟ والله سجرني انا، واحد صاحبي جايبها لي من الامارات، اسمه كينج، كينج بيدو دي. شفتيها قبل كده؟ اكيد مش هتشوف الحاجات النظيفه دي. انت لانك والله. والله ما سمعت ولا حاجه، عملت لك ميول. شفتوا الحشره؟ شفتوا الحشره بتجاوب لحالها كده. طب ما احنا قلنا الكلمة دي عيب. شفتوا الخنفوسة دي؟ خنفوسة؟ يعني هو الخنفوسة دي مش عيب، مش من ضمن الحشرات؟ باي شفتوا الفرتتو؟ لا جديدة علينا دي، نعرف الفرتتو هو اللي بيطير كده. الخفاش؟ لا لا، الفرتتو اللي اللي بيجي هكا مثلا، بتشوفه كده صغير بيتنطر على الجدران. اسمه ايه بالمصري ده؟ فرتتو. لا ما عندناش حاجة اسمها فرتتو دي. حد تونسي بقى يجي يشرح لنا الموضوع ده، عشان احنا مفيش حد، كله بيضحك هنا. ناموسة. 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 عم بسمع ناموسة كده. والله سبعة سبعة سبعة. دول ناس عشان تعرفوهم لازم توصلوا للقمة. احنا في القمة بس بدي اعرفهم. ارسلهم لعندي في القمة خليني أعرف. دول ما بيروحوش، اللي عايزهم بيروح لهم. تمام، قول لي شنهم هيدم التيم تبعك، يعني اسمها سبعة سبعة سبعة؟ دول إخواتي. حلو، الله يدومهم. الله يخليك، يلا انزلي بقى. انزل، قلت لك أنا لو أقعد حياتي كلها.
بس انا هعرف انزلك ازاي. انزل يلا باي، انا مسيطرة مشيك مصيرة خليك لو شفت بس يا رب يكون ايوه نمشي ترى اقلك بس ترى. انا هجيب لك ملكة جمال الخليج ما شاء الله. هيتا هيتا خلنا نتعرف. هتموت وتتعرف على مشاهير بس مش هدخلها خلاص. مين المشاهير يا عم؟ ده انت تحمد الله انك تعرفت عليا انا، الحمد لله. مش اكيد طبعا، انا احمد ربنا على اي شخص كويس دخل حياتي. تحمد ربي تحمد ربي اكيد طبعا. بتسمعوا في الناموسه بتسمعوها؟ لو سمحت ثواني ثواني. ما عادش حقرا ولا كومنت راهو. انت عسل يا عمري، انت والله انت بتفهمي، انت بتفهمي يا عمري، انت يا بعد قلبي، انت بتفهمي في الكلام. اه دي حقيقة. مديه ايه؟ اه نسيت. تحسكم زهقتوا جماعة؟ قلقتوا؟ مليتوا؟ شلونك؟ شو اخبارش يا بعد قلبي يا بعد عمري؟ وين سافرت موديه مقبل؟ والله ولا سافرت في اي حد. يعني ما سافرتش برا مصر؟ ثواني. مشكلة كل الناس اللي انا عايزها تخش دلوقتي مش لاقيها. هذيك رضاية الوالدين ودعاء ربنا سبحانه. يلا أنا مش نازل على الطلال، أنا لو نازل هنزل بس بطريقتي. انزل بطريقتك عادي وأنا هنزل. انزل هلا. لا 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 يا عمي ما تنزل، سهل الحياة. أنت انزل وأنا بقول لك مسيطرة. لا همسك مسطرة أخلك لو بس احنا نشوف الانتصار دي. ازيك يا انتصار؟ الحمد لله. انت شو اخبارك؟ شو صار؟ ايش القمر دي ما شاء الله؟ انت اللي قمر ما شاء الله. ليه اول ما شفتيها جبت نعمه؟ مش قلتي لي لو دخلت بنات هسيبها؟ لا مستحيل. هو قال تبعاه. انتصار انتصار فيكي تنزلي لحظه خليني اتفاهم انا وياه. لا 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 ما تنزلي انتصار. انتصار بعد اذنك حبيبتي. اوكي سويت لك متابعة انا. اوكي يا عمري انت تسلمي والله حبيبتي. اسفين يا عمري بس عم بتخانق معه وافض المشكلة. لا 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 عيب 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 تنزلي كده يا عمري عيب. لا حبيبتي انت صار على العين وعلى الراس. لا لا خليك هنلعب دولة رباعي. بس ثانية بس خليك لا تنزلي. ترى النت عندي معك ما بتفوت عنكش ليه؟ ايه؟ انت منين يا انتصار؟ انتصار انت معانا ولا مع الاسف؟ من المغرب. اجدع ناس اجدع ناس. ايوه انا مع الاسف مع الاسف. لا النت عندك بايظ شويه بس احنا حابين قعدتك معانا والله. منورانا يا انتصار. يلا بغينا نهبط صاحبتكم تزعديني. انتصار معلش بس دقيقة وبنرجع لك. لا 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 ما تنزليش انتصار، مالك دخل انت، ما تقوليش لحد انزل. انا يا اخت النت انا يعني حابة نبقى نشوف لك في وجهك اللي كله معكر. النت عندي مزفت. صبري اللي بغيتي تصبري. شوفي ما دامك انت مغربية بنت بلادي نقبل منك اي حاجة. ايوه هاتي ورا هاتي ورا هاتي انت مغربية بنت بلادي نقبل منك اي حاجة.
ايه صح صح انا قلت لك غير خل نقعد نتعارك معاها فهمتي خاطر حشتي بي وشرب بيها على حاجه بس ثواني وانت مفكره ده لسه والله انت لك سمعت مالها عادي انتصار اقعد ايه دلوقتي عادي انتصار اقعدي مش كان من شويه انزلي وهعمل لك فولو عيب ما تستعليش عملت لها فولو ما تستعليش بالناس يا ولدي اقسم بالله العظيم حنزل للقاهره هلا اخذ طياره واجي اقص لك لسانك انت مش قاعده تقعدي خليكي قاعده خليكي قاعده انزل على الاقل خليني انا والبنت لا 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 مش هنزل انا قاعد مع انتصار ايش دخلك انت شي همك انت انزل خلينا بنت لحالنا انا مش نازل ده انا لسه هجيب جستات تاني ينزل دماغك ان شاء الله انا اوريكي مش انت عايزك والله انا لا اعلمك هنشوف هنشوف اخليك تنام وتقول فيديا 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 انزل 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 فيديا 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 انزل 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 انا مش هرد عليكي تقديرا لانتصار انا مش هجاوبك تقديرا لانتصار المغربية لاني بحب المغرب كلنا بنحب المغرب دي بلادنا اها علي الطلاق انا محترم انتصار غير علي الطلاق طلاق طلاق يعني انك تتطلق انت متجوزه لا انت قلت تتطلق وانتصار انت عندها بايظ الحمد لله الحمد لله تبارك والله النت عندي بايظ مسكين اجى يعاقبني يا اخي تعاقب هو انا ما تعاقبتش انا تعاقب بالبنت البنت بنت ناس ما شفتش منها حاجه وحشه لا والله والله حبيبتي حبيبتي عادي خليكي قاعده لما تزهقي انزلي عادي ما تغلطيش في حد عشان لما شوفي خليكي قاعده لما تقلقي انزلي عادي يعني البنت عشان غلبانه والنت بايظ عندها تعملي كده عيب عليك اسكت انت يا 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 ربي يا ربي زي تعرفها الناموسه يا انتصار تعرفها ايوه يلا تعالى تعالى انت كمان تعرفها انزل يا مديهم خليني انا والبنت لا لا انا مش هنزل انا عايز العب جوله مع انتصار مش دخل الف سلامه معلش شوف يا انتصار مش عايزانا نلعب مع بعض باي طريقه انزل من اللايف تبعي وروح العب مع البنت انزل انزل انت مش عاجبك انزل انا قاعد هلعب مع انتصار انا قاعده فوق على قلوبكم كده خليك قاعده خليك انزل انا اللي موريتك مخليتك تكرهي البرنامج بحساب انا قاعد على الطلاق خلي بالك انا ما بيفرقش معايا اللعب والجولات والكلام ده حطينه احنا بنفتح نهزر ونضحك حطينا انا لي 6 اشهر ما فتحتش لايف تيك توك بس خليك انزل لا مش نازل انا قاعد يا يوم ابيض يوم جيب لي ام عمر حتى وتفرجيك النازلين كيف ها اصبري اصبري انت لسه شفتي حاجه مسكين هو حب يعاقبني تعاقب هو ولا واحد بنسمعه ولا واحد بشوفه معلش ان اتفصل عند واحد نجيب غيره بتضحك ليه كده انت عارف ضحكتك بتفكرني بايه؟ قلبي يا قلبي وحبته الله ام وديع انت بتسمعينا؟ هايفة عاملة ايه؟ سامعك معلش ام وديع اه وخليه ينفذ لي الحكم يعني ايه ينفذ لك الحكم خليه يرمي لي الاسد ينفذ لي الحكم اطرديه ام وديع ام وديع خليه ينفذ لي الحكم وبعدها يجي يلعب معك لانه هو طلع كده منشان يهرب على الحكم تبع لا والله كذاب لا انا مش سامع اصلا انت بتقولي ايه هي بتقول ايه
هي من الاخر ربيع، هي من الاخر عايزانا ننزلك، اقسم بالله عايزانا ننزلك. والله بيكذب، والله عايزك تنزلنا انا. اه والله لا، بيكذب بيكذب والله. لا والله عايزانا ننزلك. لا لا بيكذب يا ام وديع. انا بحلف لك بالله بيكذب يا ام وديع. طب سيبينا انا وام وديع نلعب جوله معاك. انزل انت، انزل انت. طب انت عايزانا ننزل انا ليه؟ انزل انت، اتركنا ستات في بعض. يا وهاب. طب اوكي، ممكن بليز بعد اذنك انزلي العب معاه وبعدين العب معاكي. ام وديع راني انا مانيش حانزل. تحبي تنزلي انت، خليه ينفذ لي حكمي وارجع لي. بتقولك انا مش نازله، لو عايزه تنزلي انزلي انت. يا ام وديع مش كده يا والله العظيم بتقولك كده. بيكذب عليك يا ام. انا بحلف لك بالله، انت بتنفعي ستي في وش الست؟ لا مش فيك انت يا ام وديع، في مدير. عيب عليك يا بنتي، ده ست كبيره. مش فيك يا ام وديع، مش فيك. ما انت رفعت الشبشب ليه؟ والله مش عليك يا ام وديع، والله مش عليك. والله قله ادب. اوكي عشان ممكن بعد اذنك تنزلي العب معاه جوله وبيطلع العبي معاه تاني. لا يا ام وديع انا ما اقدرش اطلع من الجوله دي، اذا هو بده ينزل ويجي. والله العظيم ما هتنزل، دي عايز انا انزلك انت، اقسم بالله. لا يا ام وديع ازاي وانا انت في اللايف بتاع انت وهي؟ هي عايزاني انزلك. لا يا ام وديع، هو لازم ينزل من البث تبعي. البث تبعك؟ اه قول له ينزل. طب انا انزل ازاي؟ هو البث ده تبعك انت؟ لا البث انا هنا، يعني قول له هو ينزل يروح يلعب معك. يلعب معاكي؟ يلعب معاكي انت، انا البث ينفذ لي حكمي. ايه هو حكمك؟ بيرسل لي اسد، ربحته وما رسليش الاسد. انا ارسل اسد. انت عارفه انت لو عارفه لو بتقولي كلمه حكم ده عليا ولي انا؟ لا حبيبتي احنا بنرمي لك اصول. يعني انت هتكدب عليا يعني؟ اختي متوفره، شكرا على اسودك ياما، خليها لك يا عسل. قول خليها لك، يلا انزل. انزل انت يا مديهم. طب بليز هلعب معاه جوله وبعدين العب معاكي. انا ما اقدرش انزل من اللايف. انزل انزل نزلي مدهم يجي عندك. لا يا ام وديع ما في عليها احكام. انزل مدهم استنى كده، انزل مدهم يجي عندي ازاي؟ مش فاهمه. لا قولي المدهم يسوي لك اضافه. لحظه يا ام وديع، قولي المدهم يسوي لك اضافه. قولي المدهم يسوي لك اضافه ويجي يلعب معاك. قول المدام يجي يسوي لك اضافه، وانت ردي له اضافه وتلعبوا مع بعض. طب بليز يا عسل بعد اذنك ممكن تنزلي؟ يا طنطي والله العظيم يا طنطي ما اقدرش انا انزل، هو لازم يجي. طنطي مين؟ طنطي مين؟ انا ام وديع. طنطي مين؟ طنطي مين؟ انت عبيطه يا بنت ولا ايه؟ يا ام وديع يعني يا في احترامك، احترامك احنا لما نحترم شخص نقول له يا طنط. اي ام سوري، انا ام وديع بس من غير طنط. اه تمام. آه. يا ام وديع. طب اوكي ممكن تحترمي بقى.
لا طب انا انزل ما عنديش. لا انزل انا. لا حقكم عليا انا، حقكم عليا انا، عشان المواضيع كده لو ايه لو شبطت سن مش هنبقى بخير. انا كنت متخيل برضو والله كنت متخيل. لا انا ماليش دعوه ماليش دعوه. البت فوفه بتاعت امبارح اهو، قلبي خالد الكويت. اهلا حبيبي. اهلا، اخبارك ايه؟ انت شحنه كارت فكه كويس؟ عامل ايه؟ النت عندك بايظ. خالد الكويت يا حبيبي. ماشي هستنى اهو كده. تمام اه تمام تمام حبيبي. عامله ايه؟ شوفي سبحان الله كويسه. انت عامل ايه يا رحاب؟ انا طه. حبيبتي رحاب، انت فين يا بنتي مختفيه؟ تعال نخش جوله. انا موجوده اهو والله، عايز الم كفايه. اخش جوله ايه؟ طب ده انا حد من تبعنا بقى اللي يقفش القفازات بقى. عشان انت عايز تطلع تخسرني يعني؟ لا احنا عايزين من اللي ياخد القفاز. اسامه انت او احمد لازم تقفشوا قفاز. انا مش عايز دعم. مبروك التلاتة مليون حبيبه قلب. الله يبارك فيك، عقبالك يا رب يا رب. بس احنا هنيجي جنبك ايه؟ ده انت ما شاء الله يعني، ربنا كده يوسع رزقك يا رب ولك المثل، وتبقي 30 مليون ملهاش مقياس على فكرة. ربنا يخليك والله حبيبتي حبيبتي. قعدوا يقولوا لي ان انت قعدت تقول عليا كلام حلو بعد ما نزلت. اه الشخص المحترم يستاهل احنا نقول محترم. انا بقول لهم البت بنت ناس عشان خاطر انا استفزتها كذا مرة وهي